والخاصة بانطلاقات سن الكبار مع الثمانية كيلومترات. متابعينا الكرام، نسير ونتابع هذا الشوط الخامس عشر الذي ينطلق قبل لحظات. نتابع ونسير هناك مع الصدارة، مع مقدمة الشوط، مع هملولة على الصدارة هناك لسعادة مصبح بن راشد. سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان على الصدارة ومقدمة هذا الانطلاق وثاني المراكز. نتابع في هذه اللحظات، هنا مصيحة على ثاني الانطلاق، من تلازم هناك على الصدارة أحمد بن سعيد المزروعي على ثاني المراكز وثالث المراكز. نتابع في هذه اللحظات، هنا السعيدية أيضا متاتينا على ثالث المراكز، السعدية هنا على ثالث المراكز لفهد بن سيف بن محمد لأبو سعيد الخيارين على ثالث المراكز ورابع المراكز في هذه اللحظات. نتابع فرحة هنا من تأتينا على رابع الانطلاق في هذه اللحظات، لبخيت بن راشد بن ذيبان المنصوري وخامس المراكز. نتابع القدوم من الشاهينية أحمد بن سالم بن سيف الشامسي على خامس المراكز وسادس المراكز في هذه اللحظات. بنت ظبيان هنا على الانطلاق السادس، نتابعها غانم بن علي بن حمودة الظاهري وسابع المراكز. نتابع أيضا القدوم، هنا نتابع طماعة سعيد بن عبيد، هناك لأهالي قطر والسلام شحاني، السلام شحاني، سلام أيضا لمالكي هملولة على هذا الفوز المستحق. مبارك بن زايد بن محمد المطوع الخيارين على هذا الفوز المستحق. ثاني المراكز الشاهينية حمدان، ثاني المراكز الشاهينية أحمد بن سالم بن سيف الشامسي وثالث المراكز، ثالث المراكز طماعة لسعيد بن عبيد المزروعي ورابع المراكز، رابع المراكز الذهب لأحمد بن عبيد بن غنام المزروعي وخامس المراكز. أيضا كان الدخول جماعي، نحيل لجنة الخط والتحكيم. متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لمالكي هملولة مبارك بن زايد بن محمد المطوع الخيارين على فوز هملولة وانتزاع ناموسي هذا الشوط. والسلامات ايضا تذهب هناك مباشرة للشحانية، 12 دقيقة 52 ثانية وخمسة اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المبارك بن زايد بن محمد الخيارين. ثاني المراكز الشاهينية من اتتنا على ثاني المراكز، ثاني ناموس لاحمد بن سالم بن سيف الشامسي 12 دقيقة 4. ثالث المراكز عشر دقيقة وثانية. تهانينا والناموس لسعيد، سعيد بن سالم المزروعي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.